السلام عليكم وحييكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية البداية بالعناوين الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لمكافحة كورونا تحذيرات متزايدة من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة والجيش اليمني يحقق انتصارات ميدانيه في جبهه الجوف وسط تراجع لميليشيا الحوثي حيكم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد 19 عشر، ذلك تتويجا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز وقال مندوب المملكه الدائم لدى الامم المتحده عبد الله المعلمي ان هذه الجائحه تعتبر من اهم التحديات الصحيه التي يواجهها العالم اليوم مضيفا انها حصدت ارواح ما يقارب المليون من البشر خلال فتره زمنيه لا تتجاوز التسعه اشهر واصابت ما يقارب ثمانيه مليون شخص حول العالم واشار ايضا الى ان هذا الوباء الذي يهدد الامن الصحي الدولي الحق اضرارا بالغه باقتصاديات دول العالم وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياه كما ترك العالم في عزله مؤكدا ان المملكه ومصر بادرتا منذ بدايات الازمه الى صياغه مشروع قرار يدعو الى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابه عالميه ملموسه وقويه لمواجهه الوباء لقد بادرت المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه منذ بدايات الازمه الى اخذ زمام المبادره لصياغه مشروع قرار تحت البند 123 من جدول اعمال الجمعيه العامه يدعو الى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابه عالميه ملموسه وقويه لمواجهه جانحه كوفيد 19 وذلك بالتعاون مع مملكه البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان والمملكة المغربية وسلطنة عمان وجمهورية سنغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة تمت صياغة مشروع القرار المعنون United Response Against Global Health Threats Combating COVID-19 بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين القمة التي عقدت في 26 مارس 2020، والتي دُعي لها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة جانحة كوفيد-19، حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على الجوانب الصحية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وفي ربط دول العالم بعضها ببعض في جهد مشترك موحد شهد صاحب السمو الملكي الامير تركي ابن طلال بن عبد العزيز امير منطقه عسير بالجهود المبذوله لمكافحه جائحه كورونا في صحه المنطقه خلال زياره سموه لعياده تطمن في مركز صحي العزيزيه بمدينه ابها بحضور معالي وزير الصحه الدكتور توفيق الربيعه بعد حصول عيادات تطمن في صحه عسير على المركز الاول على مستوى المملكه، في تقرير الزائر السري زار سمو امير منطقه عسير عياده تطمن بمركز صحي العزيزيه بمدينه ابها بحضور معالي وزير الصحه وبمشاركه منسوبي ومنسوبات مركز الطلحه في ظهران الجنوب ومركز صحي مخطط واحد بصحه بيشه عبر الاتصال المرئي. اشوف وزاره الصحه لتتلقط بكوادرها هذول اللي قدامنا كلهم اللي بالنسبه لي اصبحوا زملائي واخواني واحبائي في هذه الازمه اللي ان شاء الله بنعديها واحنا اقوى مما كنا قبل، فلهم مني كل احترام وشكر كما شهد سمو امير منطقه عسير ومعالي وزير الصحه توقيع اتفاقيه للشراكه المجتمعيه بين صحه عسير واحد رجال الاعمال بهدف تخصيص مراكز صحيه داخل المجمعات التجاريه بمدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط ومحاي العسير بقيادة خادم حرمين الشريفين وسمو ولي العهد عسير مثل بقية مناطق فيها تطوير كبير في جميع الخدمات وعلى رأسها الخدمات الصحية اليوم نزور مركز القلب مركز الملك فيصل بن خالد للقلب واحد المراكز المتميزه على مستوى المملكه والذي يقام فيه عمليات قلب مفتوح ومجموعه من العميل المختلفة والقسطرة وهو يخدم منطقة عسير المناطق التي حولها ويستقبل حالات من مناطق أخرى عسير كذلك الحمد لله تم التوسع بشكل كبير بدعم القيادة في أسرة عام مركزة للتعامل مع حالات كورونا والحمد لله الخدمات توفرة وسهل الوصول وساهم في بمشيئة الله في إنقاذ حياة الكثير كما زار سمو أمير منطقة عسير وبحضور معالي وزير الصحة مركز الامير فيصل بن خالد لامراض وجراحه القلب بابها والذي يقدم خدماته لاهالي منطقه عسير وزوارها في ظل ما توليه القياده الرشيده من دعم واهتمام بالغ للقطاع الصحي لاخبار السعوديه عبد الله العبيد ابها دشنا صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبد العزيز امير منطقه الجوف النشاط الميداني للجنه الرياضيه المجتمعيه بالمنطقه في منتزه النخيل بمدينه سكاكا وزار سموه اجنحه المجموعات والفرق الرياضيه المشاركه والتقى باعضائها كما شاهد عددا من التمارين الرياضيه والعروض لكره اليد والطائره ورياضه اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه وعدد من الرياضات المتنوعه والاركان الخاصه بقياس الوزن ونبضات القلب والغذاء الصحي أثرت مراكز طبية من تزايد الإصابة بفيروس كورونا خلال الشتاء ودعت إلى تجنب المكوث في الأماكن المغلقة والمغطاة واتخاذ احتياطات إضافية في ظل الانتشار السريع للوباء في العالم في ظل حصيلة إصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 28 مليون ووفيات بأكثر من 900 ألف حالة ما زالت الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا هي الدول الأكثر تضرراً والتي تسجل أعداداً متزايدة وسط جهود مكثفة للحد من انتشار الوباء في بلدانها كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي حذر من مخاطر تزايد الإصابة بكورونا خلال الشتاء، وقال إن مكوث الأشخاص في الأماكن المغلقة والمغطاة يزيد من خطر انتقال العدوى، ودعا السكان إلى اتخاذ احتياطات إضافية خلال أشهر الخريف والشتاء لحماية أنفسهم من الفيروس. والى المكسيك المجاورة حيث تجاوزت الوفيات أكثر من 70 ألف حالة وفاة، وحذرت وزارة الصحة من وصول عدد الوفيات إلى 60 ألفاً في ظل الارتفاع المستمر في الإصابات بعد انخفاض دام أربعة أسابيع. والمكسيك هي رابع أكثر بلدان العالم تضرراً بالوباء لناحية الوفيات اما في كولومبيا التي انهت في بدايه الشهر عزلا صحيا استمر اكثر من خمسه اشهر فقد تجاوزت الاصابات سبعمائه الف والوفيات تقترب من ثلاثه وعشرين الفا البرازيل التي تشهد تدهورا اجتماعيا وتوترات سياسية تخطت الوفيات فيها عتبت المئة وثلاثين ألف وفاة فيما تعدت الإصابات أربعة ملايين وثلاثمائة ألف في الأرجنتين سجلت السلطات أكبر عدد لحالات الإصابة في أمريكا اللاتينية خلال الاسبوع الماضي وعلى عكس البرازيل تعيش الارجنتين حاله اغلاق تامه منذ حوالي سته اشهر بينما تبقي البرازيل الى حد كبير على اقتصادها مفتوحا والدولتان المتجاورتان على طرفي نقيض بشان كيفيه مواجهه فيروس كورونا شدد المدير العام لمنظمه الصحه العالميه دروساد هونم على ضروره ان يكون هناك مزيد من التضامن العالمي في مواجهه فيروس كورونا وطالب بتعزيز التعاون بين حكومات العالم والباحثين في المجال الطبي والمصنعين للوصول الى حل نهائي لازمه تفشي كورونا اكد ان هذا الوباء يعتبر تحد صحي عالمي غير مسبوق لا يمكن مواجهته الا بتعاون بين الحكومات والباحثين والمصنعين والشركاء متعددي الاطراف <applause> قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكيس ان مكافحه الحد من انتشار فيروس كورونا يشير الى تدهور واضح مستبعدا في الوقت نفسه فكره فرض عزل عام اوضح رئيس الوزراء الفرنسي في ختام اجتماع مجلس الدفاع ان حده الفيروس لم تتراجع وهو سوف يتواصل لبضعه اشهر داعيا الى التعايش معه ومحاوله العوده للحياه الاجتماعيه والاقتصاديه بشكل طبيعي رغم ارتفاع الاصابات ايضا اوضح ان هناك حاجه إلى إجراء إجراءات إضافية فيما يتعلق بمدينتي مرسيليا وبرودو بعد أن باتت اثنتان وأربعون مقاطعة فرنسية مصنفة كمناطق خطرة مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للمسؤولين المحليين باتخاذ إجراءات جديدة بحلول يوم الاثنين الإبطاء في معدل الإصابات في تلك المناطق اجتمع الآلاف في أوكلاندا اليوم للاحتجاج على أحدث قوانين الإغلاق والتباعد المكاني التي أصدرتها الحكومة النيوزيلندية والتي أعيدت الشهر الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، وتم إغلاق حدود نيوزيلندا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين منذ التاسع عشر من مارس في ظل استثناءات قليلة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، والى أستراليا القت الشرطه القبض على مجموعه اشخاص انتهكوا اجراءات الاغلاق في مدينه ملبرون بولايه فيكتوريا التي تطبق واحده من اكثر حالات الاغلاق صرامه في العالم وقال رئيس الوزراء ان التحديات ما زالت كبيره رغم تراجع الاصابات لليوم الثالث على التوالي. كشفت دراسه بريطانيه ان الاطباء العاملين في العنايه المركزه هم بالرغم من تعاملهم مع الحالات الاكثر خطوره هم الاقل عرضه للاصابه بفيروس كورونا من زملائهم في الاقسام الاخرى او حتى من عمال صيانه المستشفيات وتعزو هذه الدراسه التي نشرت تفاصيلها في مجله طبيه الامر الى تزويدهم بتجهيزات وقائيه بدرجه كبيره كالكمامات وقد شملت الدراسه اكثر من 500 فرد من الطواقم الطبيه كانوا كلهم يزاولون مهامهم في اواخر نيسان ابريل وقت اشتداد وطاه الوباء في بريطانيا وفرض العزل العام اي اي في الفتره التي كانت المستشفيات تعالج ما يعادل خمسه مرضى مصابين بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا في الساعه الواحده. Right. Well. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 643 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 325 ألف وخمسين حالة فيما سجلت 903 حالات تعاف جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 300 حالة وثمانمائه وست وثلاثين حاله كما تم تسجيل 27 وعشرين حاله وفاه جديده ونشرتنا مستمره ولكن بعد هذا الفاصل ضمن فعاليات صيف السعوديه تنفس سفينه كروز تبحر غدا للمره الثانيه لاكتشاف خفايا البحر الاحمر أحييكم من جديد أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية العالمية تحقيق صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة نموا في إجمالي الأصول بلغ 30 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020 لتصل إلى 390 مليار دولار مقارنة مع 360 مليار دولار الشهر الماضي كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأظهر الرصد ارتفاع حصة الصندوق من اجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم إلى خمسة بالمئة مقابل حصة قدرها أربعة بالمئة في أغسطس الماضي ومع بلوغ اصول صندوق الاستثمارات العامه 390 مليار دولار يقترب بذلك من تحقيق المستهدف في برنامجه وهو احد برامج رؤيه 2030 الذي يستهدف ارتفاع اصوله الى 400 مليار دولار بنهايه عام 2020 على الرغم من التداعيات الاقتصاديه لتفشي فيروس كورونا. نالت شركة المياه الوطنية في إنجاز وطني جائزة منظمة معلومات المياه العالمية للعام 2020 ومنحت الجائزه للشركه نظيرة تميزها بتطبيق برنامج توحيد انظمه الفوتره وخدمه العملاء في مناطق المملكه كافه منظومه حياه وتعد هذه الجائزه احد اهم الجوائز المعتمده في عالم المياه حيث تخضع لمعايير صارمه وتنافسيه عاليه بين افضل الخبرات على مستوى العالم. توجت وزارة البيئه والمياه والزراعه مجهوداتها التي تقدمها عبر منصه انعام بلس الالكترونيه في محور الزراعه الرقميه بالحصول على شهاده التميز بمنتدى القمه العالميه حول مجتمع المعلومات 2020، وكانت وزاره البيئه والمياه والزراعه قد دشنت منصه أنعم بلس الالكترونيه داخل مقر الوزاره سعيا منها للتحول الرقمي في اعمالها كافه، حيث تحتوي المنصه على 35 خدمه الكترونيه مقسمه الى خدمات تقديم ومتابعه الطلبات للمستفيدين. كما تسعى الوزاره الى المضي قدما في اطلاق المزيد من الخدمات الراميه الى احداث اتمه كامله لاعمالها كافه. وصل برنامج سكني التابع لوزاره الاسكان تسليم الفلل الجاهزه في عدد من مشاريع الوزاره في مختلف مناطق المملكه. وشمل التسليم 23 مشروعا في 12 منطقه خلال شهر اغسطس الماضي، إذ تمت اجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي. وتتوزع مشاريع وزاره الاسكان للوحدات السكنيه الجاهزه في عدد من مدن ومحافظات المملكه، إذ تبلغ 42 واربعون مشروعا توفر نحو أربعة الف وحده سكنيه من نوع فله تصل مساحتها الى خمسمائه متر مربع للفله الواحده تتميز بتكامل البنيه التحتيه أعلنت الجمعية السعودية لعلوم العمران عن البدء في تنفيذ الدور الأخير من مشروع زيادة استيعابية المطاف المخصص مستقبلا لإمكانية إضافية بل إضافة ترام قطار خفيف على مسار دائري للطواف ويتصل الدور الأخير من مشروع زيادة استيعابية المطاف بالتوسعة السعودية الثالثة وذلك عبر جسور مشاة موازية ويشهد المسجد الحرام تطورات في البناء والتشييد في كل فتره من شانها المساهمه في اداره الحشود والمحافظه على سلامه ضيوف الرحمن وتسهيل اداء مناسكهم جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية نصيحتها لعملاء البنوك بضرورة الإلمام بكل تفاصيل العقود البنكية قبل توقيعها واكدت اللجنه على ضروره قراءه العملاء لكل شروط واحكام بنود العقود وسؤال البنك عن كل بند يحتاج فيه الى شرح المزيد من التفاصيل وذلك قبل توقيع العقود البنكيه مشيره الى اهميه الوعي بكل تلك الشروط والاحكام المتعلقه بالتمويل والتاكد من فهمها كامله قبل توقيع العقد وذلك لضمان توضيح كافه الحقوق والواجبات المتعلقه بالعميل حصل برنامج مستشفى قوى الامن بالدمام على اعتماد المركز الامريكي للاعتماد التمريضي كمستشفى مؤهل للتدريب وتطوير الكوادر التمريضيه، جاء ذلك بعد استيفاء قسم التعليم والتطوير المستمر في اداره التمريض بالمستشفى كافه المعايير والاجراءات اللازمه لتدريب كوادر التمريض حسب المتطلبات العالميه، بما يضمن تطوير وتاهيل الكوادر من منسوبي المستشفى واي جهه اخرى ترغب في تدريب كوادرها التمريضيه وفق معايير المركز بما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات التمريضيه المقدمه للمستفيدين يعد متحف العقيلات أحد المتاحف في منطقة القصيم وتحديدا في مدينة بريدة، والذي يسلط الضوء علي تاريخ العقيلات وتراثهم ومقتنياتهم ورحلاتهم التجارية. ويضم هذا المتحف خريطة لطريق العقيلات ومسارات الرحلات التجارية إلى عدة دول عربية إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف وثيقة ومخطوطة تاريخية وأداة أثرية لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا وهو الزميل علي العطينان مرحبا بك علي بداية أطلعنا على هذا المتحف والمخطوطات وأيضا الوثائق التي تصور تاريخ العقيلات الذي يعود كما تعلم وأيضا يعلم الأغلبية لأكثر من مئة عام نعم مساء الخير منى تحيه لك وللمتابع الكريم بكل تاكيد ان منطقه القصيم تزخر بالعديد من المواقع التراثيه وايضا المتاحف التي اسسها المهتمون من ابناء المنطقه للحفاظ على موروث المنطقة العادات اللي كانت يعني في حقب زمنية ماضية بعض المقتنيات العديد من القطع التراثية والأثرية التي حرص المهتمون على الحفاظ عليها من خلال إنشاء العديد من المتاحف التراثية وأيضا الكلاسيكية للقطع النادرة في هذه التغطية منى زي ما ذكرت نتواجد في متحف العقيلات اللي يعد واحد من أبرز المتاحف في منطقة في منطقة القصيم وفي مدينة بريدة تحديدا اللي يرصد ويوثق رحلات قوافل العقيلات أيضا حركاتهم التجارية الاقتصادية تنقلاتهم بين مختلف الدول العربيه في جولات اقتصاديه ايضا تجاريه كذلك يعني استعراض لما تزخر به منطقه القصيم من منتجات زراعيه وغيره، حول هذا المتحف وايضا عن قصه العقيلات بكل تاكيد نرحب بضيفنا الكريم الاستاذ عبد اللطيف الوهيبي مؤسس وايضا مهتم بتاريخ العقيلات وهو صاحب هذا المتحف حياك الله استاذ عبد اللطيف يعطيك العافيه لو طلعتنا على قصه العقيلات بشكل يعني سريع حياكم الله شرفتونا متحف العقيلات طبعا متحف العقيلات الوحيد بالمملكه العربيه السعوديه المتخصص اول متحف متخصص يجمع بين التاريخ والتراث والثقافه أول متحف يجمع بين متحف رجال صورهم مقتنياتهم دفاتر المصاريف لرحلاتهم مقتنياتهم التراثية في حلهم وترحالهم طبعا بداية المتحف جمعت إعداد كتاب موسوعة العقيلات طبعا ذكرت دارة الملك عبد العزيز ان هذا الموسوعي الضخم جاء ليسد في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في من تاريخ المملكه العربيه السعوديه الحمد لله بعد انتهاء من الكتاب جت فكرة المتحف وأسسنا المتحف يا رب لك الحمد بدعم من أمير القصيم كان عندنا موقع إلكتروني قال طبعا إلكتروني عبر شبكة الإنترنت قال حطوا لكم على الواقع أمير القصيم فيصل بن مشعل والآن يا رب لك الحمد يعد من أفضل المتاحف بالمملكة لأنه يجمع بين التاريخ والتراث والثقافة نعم والعقيلات طبعاً ظاهرة تجارية فوق العادة آه انطلقوا من القصيم يصدرون الإبل والخيل والأغنام والسمن لكافة الدول العربية ويرجعون بالأ بالأرزاق وجميع ما يفتقدونه في بلادهم جميل طيب إيش الأركان اللي يحويها المتحف أيضاً آه القصص اللي آه توثقونها عن العقيلات نعم. الأسر اللي موجودة شاركت نعم. شوف في يعني صور وأسر نعم طبعاً أول ركن البطل الجزيره العربيه الملك عبد العزيز اللي له فضل عظيم توحيد الصف وجمع الكلمه حطينا ركن الملك عبد العزيز وزراء الاعلام العجيلات شعراءهم يعدون وزراء اعلام الشاعر هكا اليوم يعد وزاره اعلام متنقله ركن الملك عبد العزيز بطل الجزيره العربيه وركن للملك سعود رحمه الله تعالى ابو خيرين وركن للشهداء الابرار من اسره ال سعود الدول السعوديه الثلاثه الاولى والثانيه والثالثه وركن الفيصل بن مشعل امير القصيم مع مكتبه مصغره عن مؤلفاته. طبعا يبدا خريطه الطريق طريق العقيلات طبعا جغرافيه القصيم هي سبب ظهور العقيلات حنا نقع على طريق الحاج منطقه الزائد التقاء الطرق بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ويبدا طبعا ركن زي عقيل نماذج زي عقيلات وبعدين تبدا الاسر بالحروف الابجديه من الالف الى الياء حرصنا على الزائر لدخل دخل الزائر اولا يتعرف على الملك عبد العزيز ولمحه تاريخيه عن بطولاته وروحاته وضم الجزيره العربيه وتوحيد الصف وبعدين يشوف اركان ركن الملك سعود وركن الملك القصيم وتبدا عاد الجوله. جميل كيف يعني استطعت ما شاء الله أن تجمع هذه المعلومات خاصة يعني أنها يعني لسنوات طويلة الأسر كيف تفاعلوا معك ل يعني تزويد المتحف بالمقتنيات بالصور ببعض القصص طبعا رحلة البحث أكثر من عشرين عام كتاب صورة ونبذة وبعد تطورت المسألة إلى تأسيس متحف وتفاعل الأسر طبعا كل أسرة اللي من العقيلات طبعا العقيلات من جميع مناطق القصيم وعاصمتها بريدة كل الأسر تفاعلوا ويساعدوننا ويعطوننا الصور والجوازات والمقتنيات لوضعها كأمانة في المتحف يارب لك الحمد جمعنا أكثر من 3500 صورة و1500 وثيقة وأكثر من 1000 مقتنى طبعا عندنا من ضمن الوثائق سلطان نجدي والملك عبد العزيز يحكم الرياض والقصيم قبل التوسع عند الوثيقه هذه سلطان نجد تابعيه سلطان نجد نعم يا سلام طيب استاذ عبد اللطيف في لكم بعض الزيارات للمناطق اللي وصلوا اليها العقيلات في الدول العربيه مثلا نعم طبعا رحنا للعراق مع الوفد السعودي شاركنا قبل سنتين معرض الكتاب الدولي في بغداد وحصلنا على وثائق وكتب نادره أسسوها العقيلات مثل سليمان الدخيل أسس جريدة في بغداد عام 1328 يعني 1908 في بغداد ورحنا للأردن شاركنا بالأردن وبالشام سوريا بحلب دمشق بدرزور وفي مصر رحنا المناطق كثيره يا ربك الحمد وجمعنا من ارث العقيلات وتراثهم جميل المتحف مفتوح للزوار اللي يرغب انه نعم. يتعرف على هذه القصه اللي بلا شك هي مثريه للجميع نعم زيارات المتحف من الساعه 8 الصباح حتى الظهر الساعه 12:30 والعصر الى المغرب طبعا الاسر مفتوح لجميع العوائل وأبناء العقيلات والزائرين من خارج القصيم والمملكة وأي ضيف للمملكة العربية السعودية نعم تشرف بأي زائر ويقول عقيل اللي لهم بالمراجل الكار تاريخهم شاعة اذكاره رجالهم طيب الأذكار أهل بعارين وتجارة ذيك العصور اغتنى وتجار يا مغلب الناس منهاره لا جو على كواره عبار من ديرة الشام منهاره تشهد لهم من ديرة الأغوار ودجل وحيف وسنجاره درب المراجل عسر واختار يصعب دربه مشواره يا هلا يا هلا والله اذا منى المتابع الكريم هذه وقفه وإطلالة على هذا المتحف متحف العجلات اللي زي ما ذكرنا يعد واحد من أبرز المتاحف التراثية في منطقة القصيم تفضل منى شكرا جزيلا لك علي وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم الأستاذ عبد اللطيف الوهيبي على هذه المداخلة وأيضا على كل ما قدمه لنا من معلومات حول هذا المتحف تعد محافظه الطائف منجما للعسل لما تحتويه من طبيعه واسعه الانتشار ما جعلها بيئه مناسبه لانتاج اجود انواع العسل ذوي الطعم الجبلي المميز في هذه الساحه يقف البائع والمشتري في ساعه الصباح الاولى لعرض منتج العسل الذي اشتهرت به مدينه الطائف التي تعد من إحدى المدن المعروفة في إنتاجه نظرا لطبيعتها وتنوع الأشجار فيها النحالين يعرفون هنا أنه يوجد خبراء يقيمون العسل ويفرزونه لاستقبال العسل الجيد، فالعسل الجيد هو اللي يدخل المزاد، والعسل اللي ولو مجرد شك يتم استبعاده من الحرارة، فعشان كذا المشتري يجينا من جميع أنحاء المملكة وأحيانا من دول الخليج لشراء العسل وهو مطمئن واثق يتولى عملية التنظيم والإشراف جمعية تعاونية لنحالين تضم نخبة من مربي النحل والمهتمين بهذه المهنة وتضم لمهامها أيضا تطوير صناعة النحل من خلال تحسين وتطوير سلالة النحل المحلية ونشر الطرق الحديثة في تربية النحل الجمعية جهدت ولا زالت تعمل على دعم النحالين بناء على توجيهات الوزاره اللي هي رؤيه 2030 ايضا في برنامج اللي هو التنميه الريفيه. التنميه الريفيه هذا برنامج يعنى بتنميه الموارد الطبيعيه اللي هي الموجوده بفضل الله النحل انتاج العسل اصبح يعني اهتمامه اه 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 اكبر من اول. قطاع حيوي هام يدخل اليوم كمشروع لتطويره وتنمية كفاءة المحتوى المحلي لتشجيع الاستثمار وتطوير الخدمات الإرشادية والزراعية والبحث العلمي لقناة السعودية محمد الثقفي الطائف انطلق بمنطقة عسير مشروع نشامة الحي أحد أهم مشاريع نشامة عسير حيث تقوم مجموعة تطوعية في الأحياء والقرى بمتابعة شؤون الأهالي خلال أزمة كورونا من وحي استراتيجية منطقة عسير المتمثلة في الاقتصاد والإنسان والأرض تسابقت همم أهالي قرى الشدادي إلى الشمال الغربي من مدينة أبها للمشاركة في مشروع نشام الحي والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز المجتمع المتماسك بقيمه الثرية والذي سيسهم بفعالية في التنمية والمستقبل الزاهر بدأنا في تنفيذ هذه المبادرة وهي بتوجيهات سمو سيد الأمير تركي بن طلال اللي الحقيقة احنا نقدم له الشكر لأنها اللي بعث في, في جميع القرى في المنطقة روح التنافس الشريف لإظهار جمال وروعة هذه القرى إحنا كنشامة عسير طبعا كان هدفنا أن إحنا نظهر المكان والمكان الجميل اللي إحنا نشوفه بشكل يعني أفضل وطبعا بتوجيهات رئيس المركز يعني تكاتفنا إحنا والشباب يعني جميعا اللي من نشام آل شدادي و يعني بدانا في الشغل على مراحل يعني في الممشى وفي الممر اللي تشوفونه والحمد لله يعني الان ظهر بشكل احنا حقيقه يعني سعدنا بهذا الشكل اللي طلع فيه هذا الممر وادي المغوث الغيال بقرية زبنة الممتد من قرى باحة ربيعة وحتى وادي تهلل أشهر أودية المكان الذي تم العناية به كما كان في قديم الزمن مصدر المياه المتجدد داخل القرية والقصور الأثرية والمسجد القديم على ضفاف هذا الوادي والتي تجاوزت في عمرها مئات السنين لتعود اليوم شاهده تاريخ مشرف بناه الاجداد وحافظ عليه الاباء ليقوم باحيائه الابناء. هذه القريه تراثيه يعني نتوقع انها من 250 الى 300 سنه عمر هذه القريه وكان يسكنها الآباء والأجداد وكانوا متكاتفين فيها وهذه القرية لها ميزة خاصة لكونها في هذا الموقع وبجوار هذه المزارع ومشرفة على هذا الوادي الهدف من هذا الممر استدامته وليس تنفيذ مبادرة فقط نبغاها يكون مستديم على مدار العام لإقام فعاليات للأسر المنتجة للكرنفانات لأي عمل يخدم هذا الممر ويخدم هذه القرية التراثية اللي الحقيقة نعتبرها يعني كما أسلف سمو أمير منطقة عسير كأحد سبعين قرية تم إنارتها تضافرت جهود الشيب والشباب رجالا ونساء ليصنعوا العديد من المبادرات في هذه القرية بأدواتهم البسيطة التي صنعت الفارقة في المكان وأثارت دهشة كبار السن الذين آمنوا أن التاريخ لن يضيع وأن الحياة عادت من جديد لمساكنهم الأولى لتصبح مزارات سياحية وأرياف نموذجية لأخبار السعودية عبد الله العبيد أبها تنطلق سفينة سيلفر سبيريت كروز في رحلتها الثانية غدا الأحد لاكتشاف خفايا البحر الأحمر وما يتميز به من سواحل وجزر ومن المقرر أن تبحر كروز 16 مرة خلال فترة فعاليات موسم الصيف السعودية تنفس بواقع رحلتين في الأسبوع. من جديد تعاود سفينة سيلفر سبيرت كروز انطلاقها ضمن موسم صيف السعودية لتجوب محطات سياحية على ساحل البحر الأحمر وعلى مدار أربع ليال ستتجه الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نحو الشمال في مسارين مختلفين مروراً بشواطئ الرأس الأبيض وأبو عود منطقة آثار الجار والبريكة لتنتهي بلسان الرأس الأبيض هذه الرحلة التي تجوب اروع مناطق المملكة، تحيط من فيها بالتنوع الداخلي والخارجي، حيث يتضمن برنامج اليوم الأول حفلتين موسيقيتين، في حين يشهد اليوم الثاني العديد من الأنشطة الترفيهية على متن السفينة، وخارجها في نادي أوركس الشاطئي على ضفاف الرأس الأبيض. فيما سيكتشف الركاب في اليوم الثالث جمال الطبيعة في جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، يستمتعون بأروع العروض الكوميدية. والابداعات الفنيه الحيه ليكون ختامها مسك في يومهم الرابع والذي سيتسنى لهم فيه التسوق وقضاء امتع الاوقات الى جانب الاستمتاع بعشائهم الفاخر نهايه الرحله ضمن اجراءات وقائيه مكثفه لتفاصيل حول الرحلة الثانية للسفينة العملاقة الكروز ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة مستشار رحلات سفن الكروز الأستاذ حسام أشماسي مرحبا بك أستاذي الكريمة بداية لو نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الرحلة تحديدا توقيتها أيضا عدد المسافرين على متنها أولا مسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين ان شاء الله غدا راح تنطلق اول رحله لمسار الاربع ليالي اللي راح يكون تضمن ان شاء الله باذن توقفين توقف في الراس الابيض وتوقف ان شاء الله في جزيره صندلا باذن الله. باذن الله تعالى، ابرز الاجراءات التي سوف تتبع غدا للتاكد من سلامه المسافرين خلال هذه الرحله. الاجراءات الاحترازيه الان اخذت للجميع الركاب تم الفحص لهم لفحص كورونا قبل الرحله تقريبا بيومين وقد ان شاء الله باذن الله راح يكون وجود فريق طبي بالكامل من وزاره الصحه شكرا لهم وراح يتم الفحص الثاني لهم قبل صعود ان شاء الله السفينه ونتمنى للجميع ابحار امن ودائما شعار شركه البحر الاحمر هو ابحار كثير نعم استاذي الكريم لنستفيد من وجودك معنا لعل الكثير يتساءل اهم الشروط والاجراءات اللازمه للالتحاق برحلات السفينه الشروط اللازمه هو التاكد دائما من خلو جميع الركاب من فيروس كورونا وتحقيق نسبه التباعد بين الركاب باذن الله، م. ثم الاتجاه الى احد مزوجي الخدمه والتواصل معهم وباذن الله راح يرتبوا لهم جميع الامور باذن الله. شكرا جزيلا لك الاستاذ حسام الشماسي على هذه المداخله. دعت الجمعيه الاولى للرحاله في المملكه جميع المختصين والمهتمين في المجال الى الانضمام والمشاركه. في مسيرتها والاستفاده من الخدمات المقدمه لمنتسبيها حيث تسعى الى تنظيم عمل الرحالين بشكل مؤسساتي واحترافي. كمرجع اولي محليا وعالميا انطلقت الجمعيه المتخصصه الاولى في مجال الترحال بالمملكه والتي تسعى الى صناعه كيان مستقل للرحاله وفق اهداف ورؤيه 2030 الجمعية تهدف إلى توحيد الجهود وإرساء معايير جديدة لمفهوم الترحال من خلال نخبة من الخبراء في المجال، بالإضافة إلى مواكبة التطلعات الوطنية للسياحة الداخلية، بما في ذلك الترويج للأماكن السياحية الداخلية والمواقع الأثرية، وستعمل الجمعية على تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للرحالة وتسهيل وتيسير سفرهم، وذلك عبر تنظيم العمل الحالي لهم، وتحويله ليصبح عملاً مؤسسياً ومحوكماً بشكل أكبر بما يحقق الأهداف المشتركة للأفراد والمجتمع كما ستساهم في رفع الوعي المجتمعي عبر تقديمها للاستشارات والدورات المتخصصة بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لقطاع السفر والسياحة في المملكة ستنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل من جديد نشرت قيادات القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعيه في اليمن فيديو يظهر اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخه كانت قد اطلقتها ميليشيات الحوثي الارهابيه من اليمن باتجاه المملكه لاستهداف المدنيين وعلى الصعيد الميداني اليمني حيث سيطر الجيش اليمني على مركز قياده وغرفه الاتصالات اللاسلكيه التابعه لميليشيات الحوثي الانقلابيه في جبهه النضود بمحافظه الجوف، أوضحت مصادر عسكريه ان قوات الجيش قامت بعمليه نوعيه للسيطره على المركز اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المدعومه من ايران وتدمير عدد من المدرعات التابعه لها. أضاف المصدر أن القوات تواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي في جبهة النضود وكانت قوات الجيش قد حققت خلال الأيام الماضية انتصارات ميدانية حيث حررت واستعادت مناطق استراتيجية في المحافظة عقب مواجهات تكبدت فيها الميليشيات المتمردة خسائر بشرية ومادية كبيرة أعلنت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي عن مقتل أربعة قيادات من تنظيم داعش في قضاء سامراء وذكرت الخلية في بيان إن, أن قوة مشتركة من الجيش العراقي ومن خلال كمين محكم تمكنت من قتل أربعة من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة في منطقة الفراحتية في قضاء سامراء هذا في وقت تجري قوات الجيش ومكافحه الارهاب عمليات عسكريه واسعه في محافظات وسط وجنوب العراق للقضاء علي التنظيمات المسلحه نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نويد أفكاري متجاهلة النداءات الدولية والأممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية يشار إلى أن إيران التي أعدمت العام الماضي ما لا يقل عن 251 مدانًا هي الدولة الثانية عالميًا في قائمة أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام وفقًا لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية. دعت فيتنام إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الحوار والتعاون لحل الخلافات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وذلك خلال قمة افتراضية للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا وقال وزير الخارجيه الفيتنامي ان تسويه الخلافات سوف تحد من المخاطر الامنيه وتعزز فرص الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقه ويعتبر الاجتماع اكبر منتدى امني في اسيا وقد حضره ممثلون من 27 دوله ومنظمه من بينها الولايات المتحده وكوريا الشماليه وروسيا والصين. أكد يوشيهيدي سوجا الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء اليابان المقبل على أهمية تحالف بلاده مع الولايات المتحدة. وقال سوجا في مناظرة اليوم: إن على اليابان التفاهم مع دول آسيوية أخرى وحل مشكلاتها مع الصين وكوريا الجنوبية وإقامة علاقات استراتيجية. مع هذين البلدين وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تنحى بشكل مفاجئ الشهر الماضي لاسباب صحيه ومن المقرر ان ينتخب حزبه بعد ايام قليله خليفته على رئاسه الحزب قبل تعيين رئيس وزراء جديد لليابان أجلت السلطات الأمريكية نحو نصف مليون شخص في ولاية أوريغون جراء حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت ولايات الساحل الغربي أدت الحرائق بحياة 16 على الأقل وفقدان عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية ودمرت مئات المنازل بعد أن أتت على أكثر من 400 ألف هكتار سحب الدخان غطت مناطق شاسعة مما تسبب في أسوأ حالات التلوث الهوائي في العالم ومن أكثر المدن تضررا بروتلاند بولاية أرويغون وسياتل بولاية واشنطن توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة المدينة المنورة تمتد الى منطقة تبوك كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية. تذكر بهم العناوين. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لمكافحة كورونا. تحذيرات متزايدة من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة. والجيش اليمني يحقق انتصارات ميدانية في جبهة الجوف وسط تراجع لميليشيا الحوثي. تحيه طيبه السلام عليكم